قراءة الأولى شهداء الحشد الشعبي يستاهلون بعد عين. أقول خصمهم خشب بايد واعتنوا من شار وكرموا قاعنا بدمهم الكل شحار. خصمهم خشب بايد واعتنوا من شار وكرموا قاعنا بدمهم الكل شحار وقضوا مثل البخور تقضي طول النار. احنا على القاع نخربها احنا على القاع نخرب نط الفين بظهر الفين احنا على القاع نخرب. عفيه عفيه سيدة زينب تخاطب الامام الحسين تقول له خشنا عيونهم ابو علي خشنا عيونهم ظلت تصد الاسهام ولوذ برمح نحرك جلد حدر الشام. الله صلف عيونهم ظلت تصد الاسهام ولوذ برمح نحرك جلد حدر الشام وراسك من خزرهم صار لي الثام. عفيه ها انت ملث من براسك ها انت ملث من براس من الخزرة كانها اسهام انت ملث من براسك. عفيه عفيه وحشيه وطن السيدة زينب الله سلام الله على زينب. عندما وقفت امام يزيد اللعين وقال لها من انت قالت له أنا خيط أرهم على اثنين على الشمعة وعلى المخيط الهندس بي طوله يروح والمشقوق يتخيط وانت طير ميت والفار. أنا خيط تقول له أنا خيط أرهم على اثنين على الشمعة وعلى المخيط الهندس بي طوله يروح والمشقوق يتخيط وانت طير ميت والفهام قلال ومو كل طير مني يموت يتحنط. ها الناس تحنطل يفرز ها الناس تحنطل يفرز وانت الما تفرز والصيد الناس تحنطل يفرز وانا خادم. عفية الله الله يحفظك الله عفية الله الله.